بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. احنا نتكلم عن الصحابة ونترك شيء أساسي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبناءه وبناته. عدد أبناء النبي صلى الله عليه وسلم 3، وبنات النبي صصلى الله عليه وسلم 4، وجميع أبناءه وبناته كلهم من خديجة رضي الله عنهم. هذه قاعدة، إذا أردت أن تعرف أبناء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته كلهم من خديجة إلا إبراهيم من ماريا القبطية. الأول من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم وهو القاسم، وعاش 2 حتى يقول أبو قتادة، يقول وقد رأيته يمشي، يعني كان عمره 2، وتوفي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله ويسمونه الطيب، هذا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما نبئ، وتوفي وهو صغير، وأهل السيرة ما ذكروا كم عمر الصغير، أشهر أو سنة أو أقل، لم يذكر ذلك. وإبراهيم عليه السلام من ماريا القبطية أهداه له المقوقس. ماريا القبطية هذه أهديت من المقوقس لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم له خطابا يدعو للإسلام، أرسل له هدية، وأرسل له ماريا القبطية، وتسرى بها النبي صلى الله عليه وسلم، ورزق منها بإبراهيم. وعاش إبراهيم عليه السلام 18 شهرا، وتوفي قبل حجة الوداع التي ذهب فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وله القصة المشهورة لكل أهل السيرة يحفظونها، والحديث فيها ثابت صحيح. لما توفي إبراهيم وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت، ودمعت عين النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون، هذا في صحيح مسلم. ننتقل للحدث الآخر من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم وهم بناته. والنبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل السيرة له 4 بنات. الأولى زينب، وقد جرى في هذا البرنامج حديث كامل عن قصة زينب وزوجها العاص بن الربيع. العاص بن الربيع هذا أمه هالة بنت خويلد، أخت خديجة بنت خويلد، وهو ابن خالتها، وتزوج منها ورزقت منه بعلي وتوفي رضي الله عنه. والبنت الثانية من بنات النبي صلى الله عليه وسلم رقية. رقية هذه تزوجها من هو؟ عثمان بن عفان، ورزقت منه بعبد الله. ورقية هذه كانت مريضة في وقت معركة بدر، وجلس عثمان بن عفان يطببها، ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من معركة بدر وجدها قد توفيت، ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا أم كلثوم، فتزوج أم كلثوم وسمي ذو النورين لأن تزوج بنتين. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفيت أم كلثوم، قال لو عندنا بنت ثالثة لزوجناك إياها. بقي عندنا البنت الرابعة من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أحب بناته إليه وألطفهم إليه، وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتت ودخلت عليه قام لها وعانقها وحضنها صلى الله عليه وسلم. ويقول أنس عنه رضي الله عنه ما رأيت أحن بالأولاد من مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا فاطمة لها قصة كبيرة وتحتاج برنامج كامل، لكن أعطيكم إياها في اختصار في سطرين. فاطمة رضي الله عنها رزقت بثلاثة أولاد، الحسن والحسين ومحسن. محسن توفي، طبعا اللي سمى الحسن والحسين من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يريد، لما أتى الحسن قال ما سميتموه؟ قال سمينا حرب، قال بل هو الحسن. ثم أتى الحسين قال ما سميتموه؟ قال سمينا حرب، قال بل هو الحسين. ثم أتاهم الثالث ما سميتموه؟ قال حرب. ولعل عائشة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم كانوا يحبون اسم حرب، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم محسن. فاطمة وعلي رضي الله عنه قال لعله يحبون هذا الاسم فسماه محسن وتوفي. رزقت أيضا ببنتين. البنت الأولى أم كلثوم، وتزوجها من هو يا أخوان؟ تزوجها عمر بن الخطاب، وأمهرها 40,000 دينار. وعمر بن الخطاب أراد أن يكون قريبا من النبوة ومن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوج هذه. وبقي عندنا وزينب البنت الثانية من بناتها، وتزوجها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. طبعا الحسن والحسين لهم حدث طويل وكلام جميل، أنا بعطيكم موقف واحد فقط في كلام الحسن والحسين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان على المنبر وكان يخطب، والحسن والحسين كان قد لبس حلة حمراء، ويظهر أن الحلة هذه كانت كبيرة عليهم، وكانوا يمشون ويسقطون.
فرآهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فتوقف عن الخطبة ونزل إليهم وأخذهم وضمهم إليه وهو على المنبر. قال للصحابة: لا تلوموني في حبهم، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ثم عاود وأكمل خطبته صلى الله عليه وسلم. طبعا كل أبناء النبي صلى الله عليه وسلم توفوا قبل وفاته إلا فاطمة رضي الله عنها. والرسول صلى الله عليه وسلم في مرضه أتى إلى لما دخلت عليه فاطمة في اليوم الذي مات فيه، قال: إني أقبض اليوم. فحزنت فاطمة رضي الله عنها وبكت بكاء شديدا، ثم أسرها مرة أخرى وقال: إنك أقرب الناس إلي لحاقا بي. فتوفيت بعد 6 أشهر. يا أخوان، هذا النبي صلى الله عليه وسلم أبرز فائدة في الحدث هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الرسول المدعوم بالوحي أبناءه وبناته كلهم راحوا والابتلاء وقع على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تمحيص للنبي صلى الله عليه وسلم ورفع لدرجاته وشيء لا تتصور. يعني أنت يا أخوان لو تفقد واحد من أولادك وهو أمامك يسير تجد التأثر، والرسول صلى الله عليه وسلم وهو رسول قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لنحزنون. هذا من ابتلاءات الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يشرع ما فيه الخير لنا. والكلام طويل عن أبناء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته، لكن هذه الماحة بسيطة وأنا حبيت أذكر بها لأن أحيانا تغيب عنا في هالأمر هذا. وفقنا الله وإياكم كل خير. شوف هذه بنتي جاد الله يحفظها.